السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعين عبر قناتنا عبد وجدي يوتيوب لأحوال الطقس. نرصد لكم متابعين أمطار غزيرة معتبرة على 13 ولاية، كما تقدم لكم مصحة الأرصاد الجوية نشطية جوية خاصة وتنبيه خاص لأمطار غزيرة معتبرة ستشمل 13 ولاية بإذن الله تعالى، بداية من يوم الغد السبت بإذن الله تعالى 7 من شهر ماي. إذن كمية الأمطار قد تتجاوز 40 ملم، إذن النشطية متواصلة إلى غاية يوم الأحد بإذن الله تعالى 8 ماي. إذن يتعلق الأمر بولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، ولاية الطارف، سقاراس، قلمة، قسنطينة، ميلا، سطيف، برج بوعريج، تيزي وزي والبويرة إلى غاية مناطق البوليدة. الحيطة والحذر متابعينا من خطر لتشكل سيول قوية وفيضانات، وإن شاء الله ربي يجيب الخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.